أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الدعاء بنزول الغيث في القنوت في رمضان مشروع وما حكمه؟ هذا غير معروف، هذا غير معروف، ولا أعرف له دليلا من السنة، لكن ورد الدعاء في خطبة الجمعة، الدعاء في خطبة الجمعة، فالدعاء بالاستسقاء لا مانع منه، بل هو مطلوب، يدعو وهو جالس أو وهو يمشي، وإذا كان عنده حضور يؤمنون على دعائه لا بأس، أو يدعو في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعو في خطبة الاستسقاء، هذا كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه صلى الله عليه وسلم استسقى بدعاء مجرد، ليس معه صلاة ولا خطبة، دعا والحاضرون يؤمنون، ودعا في خطبة الجمعة كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ودعا في خطبة الاستسقاء بعد صلاة الاستسقاء، هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء في القنوت فلا أعرف له أصلا، ولا ينبغي للإنسان أنه يحدث أشياء لم يسبق إليها، هذا يجر إلى البدع. نعم.